عدا البيت، عدا بيتك. لا تفكر ببيتك، بيتك عوفة. عدا بيتك، أين يمكن أن تغير ملابسك؟ محمد، وين تغير الملابس؟ عدا البيت. أكو أماكن الإنسان يضطر أو لابد أن يغير ملابسه. شنو هاي الأماكن؟ ثمان أماكن، واحد من أدها المول. المول؟ خلي نشوف المول، السوق، محل داخل المول. نعم موجود محل ملابس طبعا بالمول، يعني مو بالمول، أكيد أكو محل ملابس وهناك غرفة لتغيير أو قياس الملابس. إذن هذا الاحتمال السابع. أخ عباس شو تقول؟ المسرح. المسرح؟ نعم غير الله. المسرح نعم موجود، وهو جاء تحت عنوان مكان العمل. احنا الممثلين دائما نغير ملابسنا. قرر مع من نذهب، معكم ام معهم؟ الله هديه لكم. تفضلك محمد وتفضلك عباس. والاخت نبأ، عدا البيت اذكري لي مكان اين يمكن ان نغير الملابس. ممكن نقول المستشفى. المستشفى ما اجى، خطأ، يعني اجى خطأ لم يذكر. واخت علياء في الفندق. في الفندق